السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلبتي الأعزاء، طلبتي المرحلة الرابعة في قسم التحليلات المرضية كلية العلوم جامعة الكوفة. هذه المحاضرة هي تكملة للمواضيع التي تطرقنا لها والتي سنتطرق لها في محاضرات التقانة الأحيائية. المحاضرة الآن هي بعنوان محاضرة العلاج الجيني. المحاضرة هي مكونة من حدود 7 أوراق، ولذلك هي المحاضرة الرابعة والخامسة، بمعنى اليوم راح نتكلم نصف هذه المحاضرة اللي هي المحاضرة الرابعة فقط، وبالقسم الثاني راح نتكلم عن تكملة هذه المحاضرة وهي المحاضرة الخامسة، بمعنى أنها محاضرة طويلة لذلك قسمتها إلى قسمين. طيب، المحاضرة الآن اليوم هي حول العلاج الجيني. أحد زميلاتكم سألت إنه هل بالإمكان أستخدم الفيج أو البكتيريوفيج لعلاج الخلايا السرطانية؟ وكان الجواب إنه كلا، لا نستطيع إنه استخدام البكتيريوفيج للخلايا السرطانية، لأنه مثل ما قلنا إنه البكتيريوفيج يكون عملية ارتباط الفيج في البكتيريا فقط، باعتبار إنه الرسبترات اللي موجودة في سطح الخلية البكتيرية هي اللي تستهدفها الفيج البكتيري، ولكون هذا الريسبترات غير موجودة على خلايا الإنسان لذلك هذا الفيج ما يستطيع أنه يصيب خلايا الإنسان، وبالتالي لا يمكن استخدامه كعلاج خلايا الكائن الراقي. طيب، الطريقة اللي نستخدم بها عملية تصليح الجين نستخدم بها أيضا نوع من أنواع الفيروسات، بمعنى أنه أنا عندي فد مرض معين وهذا المرض هو مرض وراثي، على سبيل المثال مرض الباركنسونز اللي هو الشلل الرعاشي. كلكم إذا شايفين مثلا الملاكم محمد علي كلاي كانت عنده حركة ارتعاشية في يده، هذا سببها خلل جيني في بروتين معين، وهذا الخلل الجيني عادة يكون لا يمكن تصليحه عن طريق أخذ الأدوية الطبيعية، يعني أخذ تناول دواء معين مثلا على سبيل المثال، لأنه هو مرض جيني وليس مرض مثلا على سبيل المثال infectious disease، معنى أنه أمراض معدية، وليس مرض فسلجي طارئ، وإنما مشكلة تكون عادة بالـ DNA، قد تكون أكو طفرات معينة، هذه الطفرات المعينة تسبب هذا المرض، لكونه البروتين اللي ينتج بروتين معاب، على سبيل المثال فقر الدم المنجلي السيكل سيلز انيميا، ايضا المرض سببه انه طفره وراثيه تحدث، هذه الطفره الوراثيه تسبب تغيير شكل البروتين المنتج، وبالتالي راح يغير لنا شكل كريات الدم الحمراء، زين، وبالتالي راح يسبب لنا هذا المرض. اذا هذه الامراض هي امراض جينيه، هل بالامكان اصلاح الامراض الجينيه؟ نعم، يمكن إصلاح الأمراض الجينية، ولكنها تحتاج إلى علاجات جينية جدا متقدمة وجدا معقدة. فاليوم راح نتكلم عن هذا العلاج الجيني، إنه كيف أستطيع إصلاح الخلل الجيني اللي يحدث. طيب، نتقدم الآن نتكلم مقدمة عن الموضوع. Introduction: Gene therapy is a novel treatment method which utilized gene or short oligonucleotide sequence as a therapeutic molecules instead of conventional drug compounds. بمعنى عادة إنه بتقنية الجين ثيرابي نستخدم فالطرق معينة، هذه الطرق تسخر لنا فالقطع جينية معينة، نستخدم عن طريق قطع جينية معينة، سواء كان جين كامل أدخله إلى داخل الخلية أو قطعة من الجين، يعني فد سيكونس معين من هذا الجين كعلاج معين بدلا من أنه أخذ الأدوية الاعتيادية مثل ما قلنا. This technique is widely used to treat those defective genes which contribute to disease development. Gene therapy involves the introduction of one or more foreign genes into organisms to treat hereditary or acquired genetic defect. معنى أنه عاد مثل ما ذكرنا أنه باستخدام العلاج الجيني أنه أنا أقدم قطعة جين أو نيوكليوتيدات جديدة إلى داخل الخلية حتى أعالج عادة مشكلة، هذه المشكلة أما وراثية أما ورثها من الأجيال، يعني فد مشكلة وراثية معينة، فد مرض وراثي معين ورثه من آبائه،
أو قد لا يكون أنه بعض الأحيان المرض الوراثي، المرض الجيني مرض طارئ. على سبيل المثال بعض أنواع السرطانات، بعض أنواع أو أغلب أنواع السرطانات، أنواع السرطان اللي يحدث أنه هو انقسام غير مسيطر عليه، يحدث بسبب تحفز جين الانقسام الخليه. فهذه الجينات اللي هي تكون عاده مسيطر عليها واللي عاده تتحفز في ظروف معينه من اجل انقسام الخليه، يحدث بعض الاحيان طفرات وراثيه معينه مستحثه تخلي الخليه تنقسم بشكل جنوني ويصير عندنا كانسر. فالسبب هو ما شنو هو انه الجين تحفز، جين معين اللي هو جين انقسام الخلية تحفز. طيب كيف تحفز هذا الجين؟ سببه طفرات وراثية، سببه عيب وراثي حدث بشكل تراكمي وسبب لنا انه خلل جيني معين، وهذا الخلل الجيني سبب لنا انه هذا المرض الجيني. طيب اللي يصير شنو هو انه بالجين ثيرابي عادة عندنا دي ان اي انكودينج ا ثيرابيوتيك بروتين از باكجد وذ ذا فيكتور، بمعنى انه القطعة الجين اللي انا ادخلها او مثلا سيكونس معين، سيكونس معين من جين، هذا السيكونس او الجين اللي انا ادخله عادة تعرفون انتو كل جين يعطينا بروتين، كل جين يعطينا بروتين، البروتين هو يقوم بالوظيفة. طيب انا شلون اجي ادخل الجين الى داخل الخلية؟ هل قبل يعني مثلا انه عن طريق حقن مثلا ابره معينه واجي احقنها؟ هذا شيء غير عقلائي ولا يمكن اصلا فهمه بهذه الطريقه. اللي يصير شنو هو انه استخدم في شيء يسموه فيكتور. الفيكتور هنا راح نتكلم عنه بشيء من التفصيل سواء كان في هذه المحاضره او المحاضره القادمه. الفيكتور هو عباره عن فيروس، فاللي يصير شنو انه ادمج قطعه الدي ان اي اللي اريدها ويا الدي ان اي مالت الفيروس باستخدام الهندسة الوراثية اللي راح نتكلم عنها بالكورس الثاني إن شاء الله، وبعد ذلك أجيب هذا الفيروس وأخليه يصيب الخلايا، خلايا الإنسان، وبطريقة معينة راح يصير عملية إدخال للجين ضمن تارجت معين، يعني يتم إدخال الجين إلى المكان المعين بالكروموسوم، وبالتالي يصلح لي الخلل الجيني السابق. زين. The disease is treated with a minimal toxicity by the expression of the inserted DNA by the cell machinery. Many diseases such as Parkinson's disease, multiple myeloma, chronic and acute lymphocytic leukemia have reported of successful clinical trials. يعني أن العديد من الأمراض الوراثية تم نجاحها بشكل كبير باستخدام هذه التقنية اللي هي تقنية إدخال الجين إلى جين مصحح إلى مكان الجين المعاب. هسه شنو راح يصير؟ راح يجينا هسه راح يجينا بالشرح إنه كيف يتم عملية الإصحاح. ومن ضمن هذه الأمراض اللي تم تصحيحها على سبيل المثال Parkinson's disease, multiple myeloma disease, chronic and acute lymphocytic leukemia. مطلوب من عندكم تحفظون هذه شنو الأمراض. إذا تحب تعرف شنو هذه الأمراض بشكل تفصيل مجرد إنه جوجل إت. كوبي بيست وبعدين راح تعرف انه شنو هذه الامراض. وما شاء الله الويكيبيديا الان توفرت الكثير من الاجابات. بالنسبه للانواع الجين ثيرابي عندنا مجموعه انواع من الجين ثيرابي، راح نتكلم مره عن انواع الجين ثيرابي اعتمادا على نوع الخليه، ومره ثانيه اتكلم عن انواع الجين ثيرابي اعتمادا على التقنيه اللي مستخدمه. There are several approaches for correcting fault genes. هناك العديد من التقنيات التطبيقات من أجل أنه إصلاح الجين المعاب. faulty معناها معاب أو الجين اللي يكون عادة معطب. The most common being the insertion of the normal gene into specific location within the genome to replace a non-functional gene. بمعنى انه عادة معظم الاحيان هو عبارة عن حشر المن للجين الطبيعي sequence الجين الطبيعي المن الى specific location with the genome to replace a non-functional gene، حتى انه يعني معنى انه اجيب جين سليم داخل بمكان الجين المعاب حتى اصلح شنو الوظيفة. طيب سؤال مهم جدا هو من انه انا اجيب الجين السليم، يعني هذا السيكونس الجين السليم الان انا من اجيبه وادخله بداخل الدي ان اي؟
حتى نجاوب هذا السؤال، أنا أسأل من نجيب الدي إن إيه برايمر؟ لما نسوي بي سي آر، أكيد كلكم تعرفون شو معنى البي سي آر، من نجيب هن البرايمرات اللي هو قطع السيكونس؟ إذا تذكرون أخذنا بي الثاني بدرس الأحياء الجزيئي العملي، هو إنه الشركات تستطيع أن تصنع الدي إن إيه، يعني الآن أصبح بشكل كيميائي مجرد أدز سيكونس بالورقة، يا باخذ السيكونس الدي إن إيه اللي أريده، والشركة تصنع لي سيكونس الدي إن إيه بشكل قطعة دي إن إيه معينة، وبعدين هذه قطعة الدي إن إيه أخذها وأحملها بفيروس، ومن ثم أدخلها إلى خلايا الإنسان بطرق معينة إن شاء الله نتكلم عنها بالمحاضرات القادمة. طيب، عادة نقسم العلاج الجيني إلى قسمين أساسيين، القسم الأول نسميه سوماتيك جين ثيرابي، والقسم الثاني نسميه جيرم لاين جين ثيرابي. وهسه نعرف شنو الفرق بين الاثنين. بالنسبة للسوماتيك جين ثيرابي، إنه بعض الأحيان أني أصلح خلل جيني موجود في جسم الإنسان. أهم شيء حتى أميز إنه النوع الأول السوماتيك جين ثيرابي عن النوع الثاني اللي هو جيرم لاين جين ثيرابي، إنه من الاسم الأول اسمه سوماتيك، معنى إنه جسمي، بمعنى إنه على سبيل المثال أنا عندي خلل مثلا في خلايا البنكرياس تفرز لي إنسولين معاب على سبيل المثال، فاللي يصير شنو، إنه أنا أستهدف خلايا البنكرياس اللي بيها الجين المعاد وأدخل لها الفيكتور اللي هو الفيروس، ويحوي هذا الفيكتور على الجين السليم، وراح يصير بطرق مولكيولر بيولوجي المتقدم راح يصير عملية استبدال الجين المعاد بالجين السليم. طيب، هذا النوع يسموه جسمي، ليش؟ لأن الخلايا جسمية، بالتالي إذا الإنسان عنده أصلا بكروموسومات جسمه أكو طفرة وراثية بالخلايا اللي مسؤولة عن إنتاج الإنسولين. بهذه الحالة الإنسان خلايا الجنسية مالته سواء كان ذكر أو أنثى أيضا تكون معابة، بالتالي الأجيال الأخرى أيضا تنتج لنا جيل معاب، يعني الابن أو البنت الجيل الثاني راح يكون عندهم أيضا العيب موجود، راح يكون الجين المعاب عندهم أيضا موجود، راح يكونون أيضا يواجهون مشاكل بإنتاج إنسولين معاب. فبالتالي إذا استخدمت العلاج الجيني على مستوى السوماتيك راح أصلح الضرر بمن بالإنسان، بس الأجيال القادمة من هذا الإنسان راح تكون حاوية أيضا على الطفرة الوراثية، قد بهذه الحالة يكون الـ next generation الجيل القادم يحمل نفس العيب الوراثي، ولكن لكونه أنتوا تعرفون أنه عادة بعملية التزاوج ما بين الذكر والأنثى عندنا بيضة وحيمن، فبالتالي نصف عدد الكروموسوم من الأم نصف عدد الكروموسوم من الأب، فأكو احتمالية أنه يطلع الابن سليم. أما لو كان الأب والأم كلاهما يحوى على الجين معاب في نفس المكان زين، فبالتالي الأبناء أيضا راح يكونون حاملين للخلل الوراثي. اللي أريد أقوله إنه بالسوماتيك جين ثيرابي إنه يكون التصليح بالخلايا الجسمية وليس بالخلايا الجنسية، وبالتالي إذا صار التصليح بالخلل بالسوماتيك يعني بالخلية الجسمية راح يكون الإنسان اللي صنحنا له الخطأ الخلل الجيني راح يكون في هذه الحالة التصليح يكون مقتصر به، الأجيال مالته راح تكون أيضا حاوية على معاب على يعني جين معاب أيضا. طيب خلينا نقرأ الكلام هنا حتى تكون الصورة واضحة جدا. In somatic gene therapy, the somatic cells of patient are targeted for foreign gene transfer. بمعنى إنه الجين ثيرابي يعني العلاج الجيني للخلايا الجسمية. الخلايا الجسمية للشخص المريض يتم استهدافها وإدخال جين جديد إليها. في هذه الحالة, in this case, the effect caused by the foreign gene is restricted to the individual patient only. بمعنى إنه في هذه الحالة راح يكون عملية إصلاح الضرر مقتصرة فقط بمن بالشخص المريض and not inherited by the patient of spring or late generation. بالتالي إنه عملية التصليح ما راح تتعدى إلا للأجيال اللاحقة. هذا فيما يخص الخلل الجسمي. طيب الخلل الجيني، لا الخلل الجيني أروح وين؟ إلى الخلايا المسؤولة عن إنتاج الخلايا الجنسية اللي هي في هذه الحالة سواء كانت خلايا المبيض أو خلايا الخصر زين عند الذكور. فبالتالي أستهدف الخلايا اللي موجودة هناك وأدخل لها الفيروس اللي يكون حاوي على السيكونس الجديد،
وبالتالي أصلح الخلايا. فاللي يصير شنو؟ إنه إنتاج الخلايا الجنسية سواء كانت نقط أو كانت بيوت راح تكون حاوية على شنو؟ على جين مصلح، جين سليم بهذه الحالة. وبالتالي الأوفسبرينج يعني الأجيال القادمة أو النكست جينيريشن راح يكونون سليمين أيضا. ليش؟ لأنه أنا صلحت الخلايا المسؤولة عن الإنتاج اللي هي كانت بالخلايا الجسمية الجنسية. إذن الأساس حتى أفهم أنه بالسوماتيك معناه أنه خلايا جسمية، بالجيرم لاين هي الخلايا الجنسية، بالسوماتيك يكون الضرر غير قابل لتصليح الأجيال القادمة، بينما بالجيرم لاين يكون عادة الضرر بالجين مصلح وبالتالي يكون قابل للوراثة، يعني التصليح يكون قابل للوراثة. زين، بالنسبة للتقنيات الآن عندنا ندخل بشيء من التفصيل بالتقنيات المستخدمة بالعلاج الجيني. Gene therapy techniques يعني تقنيات العلاج الجيني. There are several techniques for carrying out gene therapy. Carrying out معناها إنه تنفيذ. Carry out تنفيذ. هناك العديد من التقنيات من أجل تنفيذ العلاج الجيني. من هذه راح نجيك واحدة واحدة. الآن عندنا النوع الأول نسميه gene augmentation therapy. GAT أو GAT. This is used to treat disease caused by mutation that stops a gene from producing a functional product, such as a protein. GAT has been applied to autosomal recessive disorder. This therapy adds DNA containing a functional version of the lost gene back into the cells. The new gene produces a functional product at sufficient level to replace the protein that was originally missing. This is only successful if the effect of the disease are reversible or haven't resulted in lasting damage of the body. اللي أريد أقوله إنه هنا بالجين أوغمنتيشن عادة عندنا شخص عنده جين معاب، هذا الجين المعاب ما ينتج بروتين. بالتالي الوظيفة أصلاً ما موجودة. فالجين أوغمنتيشن ثيرابي بهذه الحالة إنه هذا الجين المعاب تشيله كله وتستبدله بماذا؟ بجين جديد. تستبدله بجين جديد. الجين الجديد اللي دخلته الآن راح يكون قادر على إصلاح الضرر. قادر على إصلاح الضرر اللي نتج. طيب، بمعنى انه انا عندي جين غير موجود، غير فعال، غير ما يشتغل اصلا، ماكو بروتين اصلا، فانا استخدم الجين اوغمنتيشن ثيرابي. الملاحظه المهمه، طبعا هذا الجاد has been applied to autosomal recessive disorder، هذه حذفوها من المحاضره، غير مطالبين بها، لان هذه يحتاجها شويه شرح مطول. بالنسبة إلى الجين product function product، بالنسبة إلى هذه العملية اللي هي عملية استبدال الجين، أصلاً هذا الجين ما ينتج البروتين، هذا الخلل يكون عادة قابل للإصلاح إذا ما كان عندي ضرر. This is only successful if the effect of the disease are reversible or haven't resulted in lasting damage to the body. زين، يعني شنو معناها؟ على سبيل المثال، for example, this can be used to treat loss of function disorder such as cystic fibrosis by introducing a functional copy of the gene to correct the disease. See illustration below. اللي يصير شنو؟ إنه بعض الأحيان عندك خلل جيني معين، وهذا الخلل الجيني المعين يبنى عليه خلل آخر، وبالتالي الخلل الآخر يكون غير قابل للتصليح وغير يعني الدمج يكون بيرمننت. على سبيل المثال إنه أنت عندك فت خلل جين معين، بروتين ما ينتج، ولكن هذا البروتين أنت تأخذه. خلينا نفرض السكري مثلاً، شخص مصاب بداء السكري، خلايا البنكرياس مالته ما تفرز أصلاً إنسولين. زين، فليصير شنو؟ إنه أنا أعطي علاج بالإنسولين. لكون أنا أعطي علاج بالإنسولين، فهذا شنو الضرر دا يتصلح. بالتالي أنا إذا دخلت لي جين سليم الآن، راح يعطيني الخلايا تقوم تفرز إنسولين على سبيل المثال. تايب 1 هذا.
فبالتالي الخلايا راح تفرز انسولين، فبالتالي ماكو ضرر ماكو مشكله. بعض الاحيان لا، بعض الاحيان انه يكون الضرر بيرمننت، بمعنى انه الجين المعاب ما ينطي البروتين، وبالتالي لما ما انطاني بروتين صار اكو ضرر بالخلايا. فبالتالي انا حتى لو اجيت الان اعطيتها بروتين او حتى لو صلحت له، الضرر صار دائم بعد ما يفيد. فبالتالي عاده نستخدم هذه الجين اوجمنتيشن ثيرابي في حال انه الضرر قابل للاصلاح. هذا اللي انا اقوله بالمحاضره. ومثال عليها هو السيستيك فايبروسيس، اللي تقدرون تدورون عليه بالانترنت شو معنى السيستيك فايبروسيس، او يعطوكم اياه في الامراض الفسلجيه. فاللي اريد من عندك انه تحفظ لي شنو الجين اوجمنتيشن ثيرابي، شنو التقنيه اللي اريد اقولها بيه، والرسم هذا ايضا مطلوب من عندك. هذه على سبيل المثال هذه خليه cell with a non-functional gene، عندنا بيها فجين معين معاب. اللي صار شنو؟ انه عن طريق الفيروس انه دخلت الجين السليم، فالخلية اخذت الجين السليم، وبالتالي الخلية اصبحت نورمال قادرة على العمل، لانه الجين السليم الان راح يعطينا بروتين سليم وراح يصلح لنا الضرر اللي يكون موجود. زين، بالمقابل عندي جين inhibition therapy. الجين inhibition therapy من اسمه inhibition، زين معنى انه تثبيط. suitable for the treatment of infectious disease cancer and inherited disease caused by inappropriate gene activity، بمعنى انه يكون عاده هذه التقنيه مناسبه الناتج من امراض معديه، او على سبيل المثال من السرطانات، او من مرض وراثي سبب لنا caused by inappropriate gene activity، بمعنى انه الجين اكتيفيتي، معنى انه الفعاليه الجينيه عملت بشكل غير صحيح. زين، يعني شلون؟ يعني مثلا على سبيل المثال السرطان. السرطان الان عندنا لا سمح الله اذا واحد انصاب به، اللي يصير شنو؟ الجين سليم ماكو اي مشكله، الجين ما بي اي مشكله، ولكن اللي صار شنو؟ انه الجين تحفز. المفروض الجين يكون مثبط ضمن ظروف معينة يشتغل، وبعدين هذا الجين ينطفي. المفروض ما أخذيها أنت بالمحاضرة بالمرحلة الثانية، اللي هو البروموتر، تنظيم البروموتر اللي هو السويتشينج أون والسويتشينج أوف، يعني الإكسبرشن مات البروتين. خلية تحتاج بروتين شوية مثلا، وبعدين لما يصير في مستوى معين البروتين بعد يتوقف، الجين بعد ما يشتغل يصير بي سويتشينج أوف نسميه، على انه ينطفي. وبعض الاحيان لا، الخليه تحتاج فيصير سويتشنج اون، ينفتح البروموتر، فلما ينفتح البروموتر الجين راح يتحفز. بعض الاحيان اللي يصير شنو؟ انه الجين اللي هو المفروض انه يتحفز بشكل منظم راح يتحفز بشكل 100%، خلينا نقول. فتصبح الفعاليه الجينيه عاليه جدا، مع العلم انه هذه الفعاليه الجينيه اذا زادت راح تسبب لنا مشاكل. فهنا الجين انهبيشن ثيرابي عاده شنو نسوي؟ راح نستخدم فالتقنيه معينه تسيطر لنا اليمن على الاكسبرشن مالت الجين. الاكسبرشن مالت الجين يعني اللي اقصد عمليه تحول الدي ان اي الى بروتين. فاللي يصير شنو بهذه التقنيه؟ انه ادخل فد قطعه جين معين، هذه القطعه الجين المعين اللي دخلتها راح تعطي بروتين، لانه يعني نعرف انه كل جين هو يعطي بروتين، راح تعطي بروتين. هذا البروتين اللي نتج من الجين اللي انا دخلته، وراح هذا البروتين يوقف عمل الجين المعاب. يعني على سبيل المثال الان عندنا هذا، طبعا الرسم يعود لي، عندنا هذا الجين cell containing fault gene، جين معاب. هذا الجين مفتوح بمعنى انه ينتج البروتين بشكل مستمر. خلينا نفرض انه البروتين اللي يحفز على الانقسام الخليه ويسبب لنا السرطانات. اللي يصير شنو؟ انه انا ادخل جين معين بقطعه الكروموسوم عن طريق الفيروس، وهذا الجين طبعا راح يعطي بروتين. لما راح يعطي بروتين راح يوقف لي هذا الجين المعاب، الناتج مات هذا الجين اللي انا دخلته يوقف لي هذا. فهنا راح يشوفون نيو جين برودكت، جين برودكت يعني بروتين، لانه ناتج الجين شنو؟ يتحول الدي ان اي الى ار ان اي، ويتحول الار ان اي بعدين الى بروتين، وبالتالي هذا ناتج الدي ان اي اللي هو جين برودكت يعني ناتج الجين راح يسوي لي بلوك، يثبط لي الفولت جين، راح يقل، راح يثبط عملية الاكسبرشن مالته. فبالتالي لما يثبطه راح الجين هذا الثاني بعد ما يتحول الى بروتين راح يتم السيطرة عليه. خلينا نقرأ الان شو مكتوب هنا.
The aim is to introduce a gene. الغرض من هذه التقنية هو أنه أنا أدخل جين معين، وهذا الجين المعين البرودكت مالته، الناتج مال هذا الجين اللي أنا دخلته، أما يثبط عملية الإكسبرشن مثل ما إحنا قلنا، يعني يوقف لعملية الإكسبرشن مال هذا الجين الثاني، يعني يخليه ما ينطي بروتين، أو interfere with the activity of the product of another gene. جيد، هسه المرحلة الأولى إحنا شرحناها. النقطة الثانية ما شرحناها. النقطة الثانية شنو؟ إنه فرضاً هذا يعطي بروتين معين، البروتين هذا المعين خلينا نفرض إنه هو جين السرطان مثل ما شرحنا. هذا الجين يحفز الخلية على الانقسام، شلون يحفزها؟ يعطي بروتين، وهذا البروتين يحفز الخلية إنه تنقسم. فأنا شو أسوي؟ أدخل له جين. هذا الجين اللي دخلته راح يعطي بروتين، البروتين مات هذا الجين يرتبط ويا البروتين مات هذا الجين ويثبط، يثبط الوظيفة مالته. فأما أنه دخلت أنا الجين هذا، يعني الآن سعد يعني two mechanisms خلينا نقول، أما أنه الجين اللي أنا دخلته البرودكت مالته يثبط عملية الإكسبرشن، يمنع أصلاً بروتين سينثسيز مالت من مات هذا الجين، يعني نقول inhibit protein synthesis أو inhibit gene expression. زين؟ أو لا، الجين اللي أنا دخلته البروتين مالته يرتبط ويا البروتين مالت الجين اللي هو صار بي switching on اللي هو الجين المعاق، وبالتالي البروتين اللي هذا لما ارتبط ويا البروتين هذا راح تثبط الوظيفة مالت البروتين هذا، مالت البروتين اللي هو الجين اللي باللون الأحمر. فهنا شو يقول interferes معنى انه يتداخل with the activity ويا الفعالية of the product of another gene. The product مات الـ another gene يعني مات الجين المعاب. The product قلنا انه معناها البروتين بهاي الحالة. The basis of this therapy is to eliminate the activity of gene that encourage the growth of disease related cells, for example cancer, is sometimes the result of overactivation of an oncogene. بمعنى انه يصير شنو عملية الكانسر اللي يصير شنو هو؟ انه الجين المعاب يصير بي اوفر اكتيفيشن، شلون يصير بي اوفر اكتيفيشن؟ يظل يشتغل، يظل يتحول الجين الى بروتين. اونكوجين، الاونكوجين معناها انه الجين اللي هو المسؤول عن عملية الانقسام. جين which stimulates cell growth. So by eliminating عن طريق شنو؟ انه اني اثبط او اقلل the activity of that oncogene، أقلل هاي الactivity سواء كان أضربه مباشرة أوقف عملية الإكسبرشن مالته، أو لا البروتين مالت الجين اللي أنا دخلته يرتبط ويا البروتين اللي ينتج من هنا ويوقف وظيفة هذا البروتين. زين، through gene inhibition therapy، فبالتالي هنا كل هالعملية عملية تثبيطية بتثبيطية. It is possible to prevent further cell growth and stop cancer in its track. بالتالي أنا أقدر بهاي العملية إنه أضرب الخلل اللي صار وأوقف الخلية من عملية الانقسام، وبالتالي أسيطر على المرض السرطان. طبعا هذا مثال السرطان، وإلا هناك أمراض كثيرة أخرى. إذن الآن عندنا النوع الأول جين augmentation therapy، النوع الثاني جين inhibition therapy. طيب نجي إلى النوع الثالث اللي هو killing of specific cells، يعني عملية قتل specific cells. زين، خلينا نجي نقرأه ونشوف شنو هذا. عندنا بعض الأحيان إنه أمراض معينة، وهذه الأمراض المعينة تنتج بسبب خلية تكون معادة. طيب أنا بدال ما أصلح وأدخل جين وهذا الجين يوقف البروتكت وهاي الشغلة المعقدة اللي شرحناها، ليش ما أنا أقتل الخلية مباشرة؟ زين، خلينا نشوف الآن شلون يتم هذا العملية. Killing of specific cells معنى أنه قتل خلايا معينة أو خاصة. Suitable for disease such as cancer، تكون مناسبة لأمراض مثل أمراض الكانسر، يعني أنه العلاج الجيني بهذه التقنية يكون مناسب لأمراض مثل أمراض السرطان. That can be treated by destroying certain group of cells، تكون عملية تتم من خلال قتل مجموعة الخلايا. The aim is to insert DNA into a disease cells that cause the cell to die. الغرض من عدها انه انا ادخل في قطعة DNA وين اللي هو هذا الجين، ادخل هذه القطعة DNA عن طريق طبعا الفيروس مثل ما ذكرنا. هسه شلون يجينا بالمحاضرة القادمة.
وبالتالي لما انا ادخلها هنا أنا هذه قطعه الدي ان اي، هذه قطعه الدي ان اي الناتج مالتها البروتين اللي ينتج من الجين راح يسبب لي قتل للخليه. So that cells to die. This can be achieved in one of two ways. اكو عندنا طريقتين معينه عن طريق قطعه الجين هذه هي تقتلي. يعني السؤال اللي اريد اقول لكم اياه انه هذه الميكانيزمز خليه معينه معابه، هذه الخليه المعابه خلينا نقول خليه نسيج معين، بدا هذا النسيج بانه الخلايا بي تنقسم وسببت لي سرطان، اريد اوقف هذه الخلايا، شو اسوي؟ اجيب فيروس، هذا الفيروس احمله بقطعه الدي ان اي. قطعه الدي ان اي هذه لما ادخل لما احقن الفيروس في النسيج المعين هذا اللي راح يصير شنو؟ الفيروس راح يصيب الخلايا، لما راح يصيب الخلايا راح يدخل الماده الوراثيه مالت الدي ان اي، وبالتالي ايضا راح ينقل لي السوسايد اللي هو قطعه الجين اللي انا دخلتها. قطعه الجين اللي دخلتها هنا انا تنتج لي فد بروتين معين، هذا البروتين يسمم الخليه ويقتلها. زين؟ فاللي يصير شنو هو كالتالي، عندنا طريقتين. الطريقه الاولى the inserted DNA containing a suicide gene. suicide gene معناها جين انتحاري. زين؟ that produce a highly toxic product which kills the disease cells. راح يقتل الخليه راس خليه. فاللي يصير شنو عندي هنا ديزيز سيلز خليه معابه، ديزيز سيلز خليه مريضه، راح ادخل لها السوسايد جين، جين انتحاري. الجين الانتحاري هنا لما دخل راح يصير بي اكسبريشن، راح يطلع لي بروتين، البروتين اللي طلع هو بروتين سام توكسيك، وبالتالي راح يقتل لي الخليه وراح اخلص معدها. طيب هذا نوع. النوع الثاني او التقنيه الثانيه لعمليه القتل هي تختلف. The inserted DNA caused expression of a protein that marks the cells so that the disease cells are attacked by the body's natural immune system. اللي يصير شنو هو انه عندي هاي خليه معابه ادخل لها قطعه دي ان اي جين نسميه ماركر جين بهاي الحاله. ليش ماركر جين؟ هسه راح نشوف. اللي يصير انه هذا الجين لما يتعبر ويتحول الى بروتين راح البروتينات تطلع تصير على الغلاف الخارجي، الغشاء الخارجي مالت الخليه، فراح يسوي لها ماركرينج يعني تمييز يعني تعليم. لما يصير ماركرينج هذه الماركرات اللي هي الريسبترات اللي هي بروتينات طبعا الريسبترات، احنا بالاساس نعرف انه الجين اللي انا دخلته مسؤول عن انتاج بروتين ماركر، والبروتين ماركر تميز الخلايا المناعيه. فاللي يصير شنو؟ الخليه المناعيه تجي تشوف هاي الماركرات اذا موجوده ترتبط بها وتعتبرها انه هذه خلايا عدو، وبالتالي الجهاز المناعي هو اللي يخضع ليها، وبالتالي انا قتلت الخليه. فعندنا الطريقتين هي ناجحه في القضاء عليها، سواء كان انه الكلونج المباشر او سواء كان الماركرنج. اللي يصير شنو؟ انه لازم طبعا هنا عندنا هذا الكلام عليه من هذا يتحدث. اللي يصير شنو؟ انه اللي اريد اقوله هنا انه لازم it is essential with this method، يعني من الاساسي او من الضروري بالنسبه لهذه الطريقه انه قطعه الدي ان اي اللي انا دخلتها لازم ادخلها وين؟ بالمكان المضبوط علما للنسيج المعاب او الخلايا المعابه. ليش؟ لانه اذا هذه الخلايا دخلتها في خلايا سليمه، الخلايا السليمه بهذه الحاله راح تقتلها، ولذلك من الضروري الانتباه الى هذه المساله. ننتقل الى التقنيه الاخرى اللي هو التارجتك جين ميوتيشن كوركشن، انه عمليه تصليح الجين. It is used to correct a defective gene to restore its functional which can be done at genetic level by homologous recombination. طيب اللي يصير شنو؟ انه عندي الان هذا الجين جين اكس وهذه الخلايا المعابه وعندي ميوتنت جين، ميوتنت جين اكس. زين طبعا هذا شوي 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 اريدكم تنتبهوا لي جيد بشكل جيد. هنا شنو بهذه العمليه اللي هي التارجت جين ميوتيشن؟ بعض الاحيان عندي طفره وراثيه معينه واحده فقط. زين بهذه الطفرة الوراثية المعينة اللي هي نسميها سنب سنجل نيوكليوتايد بوليمورفيزم، يعني فد قاعدة نيتروجين معينة اللي صار انه صار بها عيب، بدال ما اني اشيل الجين كله، احنا ساش قلنا انه اما يكون الجين كله معار فاستبدله كل الجين بطريقة الجين اوجمنتيشن، طريقة الجين اوجمنتيشن.
شلت جين كله دخلت جين جديد، او قد يكون الجين محفز وانا بثبت تحفيزه واشتغلنا بالجين انهبيشن، او قد انه يكون ان الخليه الان انا اريد اقتلها بشكل مباشر. طيب في بعض الاحيان انا اريد اصلح الخلل بجزء من الجين مو كل الجين، يعني الجين كله سليم، قد يكون الجين جدا كبير 10,000 قاعده نيتروجينيه، بالتالي انا هذا الكبر لما يكون الجين بهذا الحجم الكبير جدا اللي هو 10,000 من غير الممكن انه اقدر اني ادخل عن طريق الفيروس. ليش؟ لانه الماده الوراثيه للفيروس زين اللي هو الدي ان اي يقتل روحه، يعني خلينا نقول انه مثلا 2000 كيلو بيس بار هذا الحجم مالته، يعني 2000 قاعده نيتروجينيه، بالتالي من غير الممكن اني ادخل مثلا 20,000 قاعده نيتروجينيه ويا من ويا الماده الوراثيه مالت الفيروس، الحجم مالت الدي ان اي جدا كبير هنا، ومن غير الممكن انه او من الصعوبه جدا انه ادخل قطعه دي ان اي بهذا الحجم لمن الى داخل الخليه واضمن انه هذه قطعه الدي ان اي راح ترتبط بالمكان المناسب لها. فاللي يصير شنو؟ انه بعض الاحيان لا عندي انا قطعه دي ان اي معابه جزء من دي جين، خلينا نفرض جين مؤلف من 1000 قاعده نيتروجينيه، عندي العيب واقع مثلا بقاعده النيتروجينيه، فشلون راح يصير؟ اللي يصير شنو؟ انه اجيب جين معين احمله على فيكتور وادخله بالخليه. خلينا نفرض انه هذا الام هو مكان الطفره ميوتنت، اللي يصير شنو؟ انه الجين اللي دخلت اكو طريقه يسموها الهومولوجس ريكومبينيشن، طريقه جدا معقده ما اريدك انه انت تفهمها. اللي اريدك تفهمه كله من عنده هو التالي، انه الجين اللي دخل راح يصير بطريقة معينة يسموها الهومولوجس ريكومبينيشن، يدخل الجزء المعاب فقط بمكان الجزء الجزء السليم فقط بمكان الجزء المعاب بالجين. يعني خلينا نفرض هنا مثلا هذا منا يبدي لهنا ينتهي، مثلا هذا خلينا نقول 1000 قاعدة نيتروجين بالنصف هنا، نفت قاعدة نيتروجين واحدة بها طفرة وراثية صارت مثلا سي اللي هو السيتوسين تحولت صارت جوانين، بالتالي أنا أصلح هذه كلها. اللي يصير شنو؟ أدخل جين سليم وبطريقة الهومولوجس ريكومبينيشن اللي فلانكات منها زين، ما مطلوب منكم هذا الكلام، مجرد أنه أصلح الخلل اللي صار زين، فهي شنو؟ It is used تستخدم to correct تصليح defective gene الجين المعاب to restore its functional حتى يعيد الوظيفة مالته، يستعيد الوظيفة مالته صحيحة، which can be done at genetic level by homologous recombination، يتم على اساس المستوى الجيني بطريقه نسميها homologous recombination. هذا اللي اريدك تفهمه. اللي اريدك تفهمه من هذه التقنيه هو انه اكو خلل معين بالجين، هذا الخلل اللي هو طفره وراثيه اريد اصلح هاي الطفره الوراثيه باستخدام التارجتنج جين ميوتيشن كوركشن، يعني استهداف الطفره الوراثيه اللي حدثت بالجين، ادخل قطعه دي ان اي سليمه زين تروح فقط بالمكان المعاب يتم عملية تصليحها بتقنية يسموها الهومولوجس ريكومبينيشن. طيب لحد هنا احنا الآن تكلمنا بشكل عام عن شنو هو الجين ثيرابي وشنو أنواعه اللي هو الجيرم لاين والسوماتيك جين ثيرابي، وتكلمنا عن أربع تقنيات أساسية اللي هي لغرض التصليح، منها انه استبدل جين كامل، منها انه لا اثبط الانتاج الجيني لجين معاب، او اقتل الخلايا، او استهدف الخطا واصلحها. زين شلون يتم عمليه التصليح؟ شلون يتم عمليه شلون ادخل هذا الجين؟ شلون اجيب الفيروس؟ الان راح نعرف هذه الطرق. عندنا الطرق التصليح اللي هي methods of gene therapy. There are mainly two approaches for the transfer of gene in gene therapy. إنه هناك عندنا تطبيقين أساسيين يتم بها عملية إدخال الجين السليم إلى الجين إلى الخلايا بمكان الجين المعاب. الطريقة الأولى هي ex vivo gene therapy، والطريقة الثانية هي in vivo gene therapy. بالنسبة لل ex vivo فهي معروفة من اسمها، ex vivo معناه إنه خارجي. Transfer of gene into patient cells outside the body. بمعنى أنه أخذ نسيج من الخلايا المعابة من الإنسان المريض، وبعد ذلك هذا النسيج من الخلايا المعابة أخذ إلى خارج جسم الإنسان، أزرعه في أطباق معينة tissue culture يسموها،
وشون كأنه البكتيريا وأزرعها بطبق، هذه أكفر ظروف معينة أزرع بها نسيج خلايا الإنسان، وبعد ذلك أدخل لها الفيروس، وبعد ذلك أصلحها وهي خارج جسم الإنسان، وبعد ذلك أعيد إدخالها علما إلى داخل الإنسان. طيب خلينا نشوف الطريقة هذه شلون تتم. The cells are sourced initially from the patient. Sourced معناها تؤخذ، يعني زين. Source معناها مصدر. Sourced هنا اللي أريد أقوله إنه الخلية يتم حصادها، harvest زين، من الإنسان المريض. To be treated حتى يتم معالجتها. And growing in culture ويتم زراعتها. وين؟ في culture يعني وسط زرعي. Before being reintroduced into the same individual، قبل ما أعيدها من إلى داخل الإنسان، يعني مجرد أنه أخذ الخلايا من نسيج الإنسان أزرعها في طبق، بعد ذلك أدخل لها الفيروس عليها، ثم بعد ذلك أصلحها، وبعد ما أصلحها أدخل رجعها مرة ثانية إلى جسم الإنسان. This approach can be applied to the tissue like hematopoietic cells and skin cells which can be removed from the body. Genetically correct outside the body and reintroduce into the patient body where they become engrafted and survive for long period of time. نفس الكلام اللي تكلمنا عنه، مجرد انه اريد اقول لك اكو انواع معينه اللي هي خلايا الهيماتوبايتك وخلايا الجلد، خلايا السكن، يتم اخذها من جسم الانسان، يتم بعد ذلك تصليحها ثم ارجعها. In this mode of gene therapy, genes are transferred to the cell grown in culture. Transformed cells are selected, multiply and then introduce into the patient. اللي يصير شنو؟ انه يتم اخذ هذا النسيج، بعد ذلك يتم زراعته، بعدين بعد ذلك يدخلون الفيروس عليه، ثم بعد ذلك يتم اختيار مجموعه معينه من الخلايا، ومن ثم يتم اعادتها الى الخلايا. يعني مجرد هذا الكلام اللي موجود هنا هو عباره عن فد نقاط وصفات معينه لهذه العمليه. طيب، the use of autologous cells avoid immune system rejection of the introduced cells. اللي يصير شنو؟ انه عادة لما استخدم هذه الخلايا، عملية الرفض الجيني عملية جدا مهمة، عملية الرفض الخلايا. لو فرضا اخذنا هذه الخلايا من 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 كائن اخر وصلحناها ومن ثم رجعناها، راح الخلايا هناك اكو نسبة كبيرة جدا انه الجسم يرفض هذه الخلايا والخلايا راح تموت. فبالتالي هنا عندنا هذه العملية. زين، بالنسبة لهذا الرسم، هذا الرسم ما مطلوب من عندكم، أنا راح أشيله من المحاضرة. طيب، التقنية الأخرى اللي هي الإن فيفو جين ثيرابي، بهذا طبعا نشرح هذا المقطع ونختم بعد ذلك. بالنسبه للان فيفو جين ثيرابي، فهو عمليه ترانسفير اوف جين دايركتلي تو سيلز ان ذا انسايد ذا بودي، بمعنى انه يتم عمليه حقن الجين مباشره الى داخل الخلايا في داخل جسم الانسان، ولذلك نسميها ان فيفو زين، على عكس ذاك الاكس فيفو. وقل نشوف شنو الصفات الآن بها. الـ in vivo method of gene transfer involves the transfer of clone gene directly into the tissue of the patient، يعني بشكل مباشر إنه أدخل عن النسيج المريض. This is done in case of tissue whose individual cells cannot be cultured in vitro in sufficient number like brain cells and or where re-implementation of the culture in the patient is not effective. اللي يصير شنو؟ إنه بعض الأحيان أنا مجبر إنه أحقن فيروس داخل النسيج مباشرة، ليش؟ لأنه اكو بعض الخلايا عملية زراعتها غير ممكن، انه ما تنقسم. على سبيل المثال خلايا البرين، خلايا العصبية هي خلايا غير قابلة للانقسام، فبالتالي انا ما اقدر اكثرها. الغرض من الاكس فيفو والان فيفو، الغرض من الاكس فيفو انه اصلح كم كبير من الخلايا، يعني اخذ خلية معينة ثم بعد ذلك ادخل لها الجين وبعد ذلك اصلحها، ولما اتاكد من انه هذه الخلية صلحتها اسوي لها بيكينج، كأنه شلون شلون الخليه البكتيريا اخذها من الوسط الزرعي وبعد ذلك ازرعها على وسط الزرعي حتى اكثرها. نفس الحال هنا ايضا اخذ الخليه اللي تصلحت، اتاكد من عندها انه خليه اللي تصلحت زين، شلون اتاكد من عندها؟ هذه طرق معينه اخرى يعني اخذ الخليه وبعد ذلك ازرعها وبعد ذلك اسوي مثلا بي سي ار
وسيكونسينج دي ان اي سيكونسينج، واتاكد انه الخلايا اللي اني خذتها وكثرتها هي خلايا صحيحه، خلايا تصلح الجين بها. بعد ذلك راح اجمع هذه الخلايا، انظفها من الميديا واكمشها وين اسوي لها عمليه زرع في داخل النسيج اللي اريده. ولكن بعض الاحيان هذه التقنيه انا ما اقدر اسويها، اكون مجبر الى استخدام الانفيفو جين ثيرابي. على سبيل المثال ذكرنا انه خلايا البرين سيلز، خلايا البرين سيلز هي خلايا غير قابله للزرع لانه ما تتكاثر، بالتالي انا مضطر انه ادخل لها الفيروس الها في داخل النسيج واصلحها في ذلك المكان. عاده عندنا نوع من انواع اللي يسمون لايبوزومز ان سيرتن فايرال فيكتورز، هي اللي راح نستخدمها لهذا الغرض. ان كيس اوف بالنسبه لهذه النقطه، هذه النقطه راح احذفها من المحاضره لانه عمليه شرحها جدا صعبه. The efficient of gene transfer and expression determine the success of this approach because of the lack of any way for selecting and amplification of cells which take up and express the foreign genes. اللي يصير شنو انه هذه الطريقة، طريقة الانفيفو حتى تنجح، حتى اضمن نجاحها، تعتمد عملية النجاح على اليمن على كفاءة عملية ادخال الجين السليم بمكان الجين المعاق، على كفاءة الفيكتور اللي هو الفيروس اللي انا استخدمه او اللايبوسومز اللي انا استخدمه في عملية التارجتنج المن للنسيج. يعني على سبيل المثال اذا استخدمت فيكتور فيروس معين وهذا الفيروس يتميز بانه يصيب الخلايا بشكل جدا نادر، فبالتالي انا بهذه الحالة لما انا تحقنت الفيروس وامكانية اصابته للخلايا امكانية قليلا، ما راح اضمن الكفاءه النقل الجيني مالتي، لذلك لازم استخدم فيكتور يكون مناسب لهذه العمليه، ولازم انه النسيج المعاق احدده بشكل مناسب جدا وادخل له الخلايا اللي انا اريدها، العفو ادخل له الجين اللي انا اريده. فهنا عمليه نجاح الان فيفو جين ثيرابي تعتمد على من؟ تعتمد على طريقة اختيار الخلايا بشكل مناسب، يعني طريقة الحقن بشكل كوركتلي المندي النسيج اللي عليه. طيب شلون تتم العملية؟ شلون هذا الجين اللي أنا دخلته، هل مجرد إنه أجيبه أحقنه بجين، عفوا أخليه بفيروس، يعني الجين هذا أجيبه أدخل تسلسل هذا الجين ويا من ويا الدي إن إيه مات فيروس، وبعد ذلك أجيب الفيروس وأحق مباشرة أخليه يصيب الخلية. زين السؤال هو إنه كيف الفيروس راح يصيب الخلية؟ ولما نصاب الخلية كيف المادة الوراثية الـ DNA اللي أنا دخلتها ضمن الـ DNA مادة الفيروس راح تعرف المكان اللي أنا المفروض إنه تروح له وتصلح الجين المعاق مكانه؟ هذه الأسئلة الكثيرة اللي راح تدور بأذهانكم راح نطرق لها إن شاء الله بالمحاضرة القادمة، هو إنه الإمكانية إمكان الفيكتور اللي هو الفيروس شلون راح ينقل الجين إلى المكان اللي أنا أريده، وشنو هذه الأنواع، وشنو أنواع الفيكتورات. إن شاء الله راح نتكلم بها بشيء من التفصيل بالمحاضرة القادمة، راح نتكلم عن أنواع الجينات اللي هو الأدينو فيرال فيكتور والأدينو أسوشيتد فيكتور والريترو فيروس فيكتور وإلى آخره.